أكثر من 5000 سنة مرت على حرب طروادة الشهيرة لم تمنع تكرار قصة الخداع بتفاصيل مختلفة. هكذا بدأ الأمر مع محاولات أصحاب القبعات الزرق السيطرة على الشارع وفض التظاهرات بالقوة في مختلف مدن العراق. أصحاب القبعات الزرق الذين هم في الأصل عناصر ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر تنكروا في الساحات وسط متظاهري ثورة تشرين زاعمين أنهم أتوا لحماية المتظاهرين السلميين من بطش القوات الحكومية والميليشيات، غير أنهم ما لبثوا أن انسحبوا من ساحات التظاهر بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر بعدما فشلت محاولته لحرف الثورة عن أهدافها عبر الدعوة لمظاهرات وصفها بالمليونية للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق. ثم عاود أنصاره التوجه للساحات تمهيداً لإعلان محمد توفيق علاوي رئيساً للحكومة الجديدة على الرغم من رفض الثوار. هنا كشف أصحاب القبعات الزرق عن أهدافهم الحقيقية فسيطروا بالقوة على مبنى المطعم التركي في ساحة التحرير في بغداد، كما حاولوا السيطرة على العديد من ساحات الاعتصام في مختلف المحافظات الثائرة ناهيك عن محاولاتهم فتح الطرق التي أغلقها الثوار احتجاجاً على تكليف علاوي. محاولات استخدموا خلالها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين كانوا قبل أيام يزعمون حمايتهم. هجمات أصحاب القبعات الزرق لم ترهب المتظاهرين الذين كتبوا تعهدات بالدم من أجل استمرار الثورة، مؤكدين أن محاولات فض الاعتصامات بالقوة لن تجدي نفعا وأن موجة الثورة لن تنتهي إلا بعودة الوطن إلى أبنائه.